أهلا ومرحبا بكم من جديد. ضلال الأصيل نتواصل برفقتكم المساحة الثانية للأدب وعوالم الأدباء. أسعد جدا بأن أرحب فيها بضيفتي داخل الاستوديو الكاتبة الروائية والقاصة سلمى النور. مرحبا بك حبابك. أهلا وسهلا بك أستاذ الكريم، سعيدة بتواجدي معك هذا اليوم. حبابك سلمى، وخلينا نشوف أين الأدباء السودانيين اليوم من المحافل الأدبية الإقليمية والعالمية. الأدباء السودانيون إنجاز كبير يحسب لهم، لأن الظروف الاقتصادية والبيئية صعبة جدا. إذا الكاتب أخذته على محمل الراحة ممكن ينجز، لكنهم ينجزون برغم الصعاب وقصطع الوصول سواء دوليا محليا. لا ما شاء الله منجزين، وإنجازهم جميل ويعد بالكثير سواء الأدب السوداني أو الأدب الأفريقي عموما. جميل، لاحظنا مؤخرا يعني سطوع عدد من الأسماء. نعم. على المستوى العربي وعلى المستوى الإقليمي، وفاز بعضهم ببعض الجوائز، منهم أسامة الشيخ إدريس. كذلك لاحظنا سطوع نجم دكتور أمير تاج السير على مدى سنوات في القوائم القصيرة والطويلة. نعم. لجائزة البوكر حمو زياد عبد العزيز بركة ساكن، وعدد من الأسماء الكبيرة اللي وصلت. إلى أي مدى يمكن أن يساهم المغترب السوداني، وخصوصا انت يعني كنت موجوده برا السودان، في سطوع اسم الروايه السودانيه او اسم الراوي السوداني على مستوى المحافل الادبيه؟ نجاح اي سوداني نجاح لنا ككل، فالنجاح بصراحه يحمد للجميع. بالنسبه لي شخصيا او لبعض الزملاء، حين تم انشاء منتدى الروايه السودانيه كانت مبادرات فرديه وما زالت كعمل تطوعي يقوم به جميع الاشخاص، ابتداء من دكتور عاطف، الاستاذ محمد الخير حامد، قام تاسيس منتدى الروايه السودانيه لنشر الروايه. ولا انكر انها ساهمت بشكل كبير حتى على مستوى الخليج، على مستوى المغتربين في اوروبا، بمتابعه الحدث وقراءه الروايات ومتابعتها ومدارستها وقراءه النقد بعد الروايه. فهي المخطوات الجميله تحسب للجميع صراحه. جميل، نقيف برضو عند منتدى الروايه السودانيه. نعم. وكان اخر الاعمال التي نقشت هي روايه زمن الملل. نعم، للكاتب التشادي. تخيل ان احنا بدينا منتدى روايه فقط للسودانيين، ولكن لان السودان شعب خيري، شعب طيب حبوب، فوسعنا المجال والحمد لله. ناقشنا الكتاب التشاديين، طبعا روزي حجي ليس الكاتب الاول التشادي، ناقشنا قبله للكاتب التشادي سيمفونية الجنوب الطاهر النور، طبعا روايته الجميله انصح الناس بقراءتها. وايضا ناقشنا لكاتب اريتري اخر وكاتب ايضا من موريتانيا، فهناك انتشار حتى على مستوى افريقيا للكتابات. نجيب برضو عن فكره منتدى الروايه السودانيه. هو منتدى افتراضي. طبعا هو يحسب الكورونا كمحمده كوفيد 19 بكل مساوئه انجز لنا واجبرنا على ان نجتمع عبر الاثير لمناقشه ومتداول الروايات والادب. نتكلم اكثر بتوسع الفكره، الانتشار، كيف جمعتوا الادباء السودانيين في مجموعات على الواتساب يتم فيها اقتراح عنوان معين للقراءه. الاقتراح تقترحه المنصه المسؤوله، يتم تقديم روايات ولهم شروط معينه، مثلا نختار لكاتب مشهور، يتم اختيار لكاتبه امراه، يتم لدينا بنود في كل شهر معين، يتم اختيار الكتاب، يتم قراءته وتدارسه وخلاص اعتمدناه، يتم توزيعه وعمل الدعايه واحضار النقاد للحوار والتواصل مع الكاتب بشكل شخصي والحصول على نسخه متاحه للجميع. نسخه الكتروني والكتاب. نعم، مفترض يكون الكتاب يسمح لنا بذلك يعني الكاتب. جميل، المنتدى الرواية السودانية عنده منصتين للانتشار. المنصة الأولى على مستوى مجموعات مواقع التواصل الاجتماعي، تحديدا واتساب، عدد من جروبات الواتساب حاليا وصلنا 7 جروبات. تخيل، أيوة إنجاز. جميل، وبيكون في المنصة الثانية وهي منصة الزوم، بيجتمع فيها المهتمين بالحضور والنقاد. من يستطيع الحضور صراحة، لأن الزوم مش متاح في السودان للأسف يعني، ولسه بهذه البساطة إنك تحمله وتدخل عليه يعني. بس لا صراحة جذب حضور ما يقارب 90 إلى 100 شخص في ندوات يعني، فيعتبر إنجاز يحمد لمنتدى الرواية السودانية. جميل، كم كتاب تمت مناقشته حتى الآن في منتدى الرواية؟ 41 كتاب في خلال عام واحد. لا عامين، ابتدى بالكورونا، بس كان في البدايه في الشهر مرتين، كل اسبوعين روايه. حاليا لا، تمت المباعده بسبب الضغوطات، وكما قلنا هي اعمال فرديه واعمال طوعيه، فتم المباعده فاصبحت شهريه الندوات. جميل سلمى، الانفجار الروائي الذي حدث مؤخرا، هل هو دليل عافيه في جسد الروايه السودانيه ام خصم من مستوى جوده الروايه؟ لا يعد خصما، لكل شخص حق له الكتابة، لكن الاستمرار للأجود والأنقى والأصفى. فلا نقلق أن السوق هل فعلا ارتفع ولا هبط، لا اكتب، أي حد حاب يكتب يكتب،
وبعدين حنشوف. طيب أهم المشكلات اللي بتعاني منها الرواية السودانية، هناك عدد من النقاد أشاروا لأنه إتاحة مسألة الكتابة الروائية أصبح فيه نوع من الاستسهال وبالتالي قلل من 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 الجودة. البعض الآخر يرى أنه كلما كثرت الأعمال كلما كان هناك احتمالية أن تكون هناك أعمال جيدة للمنافسة على المستوى المحلي والإقليمي. كيف ممكن نرى ما الموازنة ما بين جودة الإنتاج وما بين زيادة الإنتاج؟ كتابة الرواية ليست رفاهية، ايش ما تصحى للصباح اليوم حابة اكتب رواية، لسه هكذا تكتب الرواية، فهي تحتاج الى مراجعة، تدقيق، قراءة، تمحيص، ليس بهذه السهولة. فكل ما انت جودت وانجزت وراجعت وابعدت لاصدقائك القراء واصدقائك النقاد والى اخره، ستخرج لنا بمحصول او رواية تستحق القراءة، وبالتالي نستحق ان نشيد بها ونتداولها في المنتديات. اما استسهال الرواية ليس بذلك، لا تعتبر رواية. تسلسل قصة قصيرة، والقصة القصيرة لها بنودها، لها شروطها، لها اختصاصها، ولها التخصص الدقيق في القصة القصيرة. فإذا الأدب بالعموم ليس للمرفهين. جميل، كتبت القصة القصيرة والرواية، أيهما أقرب إليك؟ حسب الحدث وما تدعيه الحالة. حين تكون الحالة خاصة تكتب، من هي تكتبني بتكتب قصة قصيرة مركزة بمشاعرها بعواطفها. بس إذا كان الموضوع متوسع، الألم أكبر، الحواجز أعلى، فلا تسعني القصة القصيرة، أتجد تلقائي للرواية. إذا أنت لا تختارين النمط الذي تكتبيه؟ لا للأسف كان... لا، هو يختارني، وهذه الورطة الصراحة. جميل. المسابقات الأدبية ودورة في تشجيع الكتاب، نحن نعلم جيدا أنه مسألة الطباعة مسألة مكلفة جدا بالنسبة للكاتب، دور النشر تطلب مبالغ مالية ربما الكاتب لا يستطيع الإيفاء بها، وبالتالي تظل الكثير من المسودات حبيسة الأدراج. لذا من هنا من هذا الكلام تظهر أهمية الجوائز، الدافع، التشجيع. بعدين تخيل لما تطبع لي دائرة فائزة أو الجائزة، لا لها دافع كبير في أني أنا أقوم أكتب، وبالتالي أشجع يعني أنا وأنت عن أكتب، لأن في مسابقة حاليا. فلا لا، لها دور جدا إيجابي وجميل. كلم برضو عن الاغتراب، هل كان له دور في تقدم الكتاب باعتبار أنه معظم الكتاب السودانيين الذين نجحوا الآن هم خارج البلاد؟ إذا مسكنا نموذجا حامد الناظر، حمور زيادة، أمير تاج السير، عبد العزيز بركة ساكن، أسامة الشيخ إدريس وغيره من بقية الأسماء كلهم خارج السودان، هل نستطيع أن نقول أن الاغتراب سهل هذه المهمة؟ هل الاغتراب ذاته مادة خصبة للكتابة؟ السببين صحيحين، كونك أن تخرج خارج يأتيك الحنية، يأتيك الاشتياق، تعطيك الدوافع للكتابة. كما أن أي إنسان خرج في الغالب أدونك تقدر الكاتب، ولما أعطيك راحتك وأعطيك جو وأعطيك مواد تحفيزية حتى تنجح وتبدع. يعني أغلب الكتاب يدعوا في الإمارات أو دول الخليج حتى في أوروبا، لأن لدينا مساحة من الحرية ومساحة من الإنتاج والعمل. ما الذي يحتاجه الكاتب لإنجاز عمل أدبي محدد سواء كان رواية أو قصة قصيرة؟ السؤال الصح، ماذا يريد أن يكتب؟ حابب خيال علمي؟ تفضل، حيبقى لك أنت لك حرية كبيرة في الاختيار. حابب رواية تاريخية؟ حيحصرك في معلومات وفي مواد وفي مراجع تقرأها عشان تستخلص معلومة تاريخية تضيفها، مثلا زي رواية عزازيل للأستاذ يوسف زيدان، لا رواية معمقة بالتاريخ، بس هو أصلا ما شاء الله مؤرخ، فمن من صميم شغله معلومات وكتب لي رواية عن التاريخ. يعني أقصد سلم النور ككاتبة، نعم، ما الذي تحتاجه لإنجاز عمل محدد؟ يعني قصدنا الكل وأردنا الجزء. والله لا أحتاج الكثير، أحتاج بعض الزمان، أحتاج إلى الفكرة أن تخترقني، الأشخاص تتراءى من حولي. يعني ممكن أقعد مثلاً قاعدة وأزعل، لهم شخصيتين في راسي زعلوا من بعض، عملوا مشكلة، أحسكم أكتبهم، فلما نزوم بقوم برتاح. يعني ما كنت تسوي لي في راسي، يعني فضل ينزل على الورق، يلا وروني شو حتعمل على ورق. يعني أن تخترق الفكرة وتتمكن منك وتعيش الإحساس وتقوم بكتابتها. عقدة الكتابة أو ما تسمى بالبرين بلوك، فجأة الكاتب يكون ما قادر يكتب يجيف، فتظل المسودة الأولى للعمل الرواية أو للقصة القصيرة عند سطرين أو ثلاثة أسطر، مع أن الأحداث تتراكم بداخل خيال الكاتب. كيف بتقومي بحل هذه المشكلة؟ كل قصة أو رواية تحتاج إلى مرحلة من النضج، أنت حتخبز الفكرة وتضعها في الفرن، صح؟ فأنت حتصبر عليها. هنا تأتي فترة توقف الكاتب عن الكتاب، هما لم يتوقف حاليا، ولكن يختمر بداخله، تختمر كثيرا، وبعضهم قد يختمر لمدة سنة أو سنتين. أنا طبعا عندي طولة البال، أخمر كثير، فبطلع بسرعة خبز وبيتزا ومعجنات خفيفة وفطائر. يعني هل ده يعني إشارة لأنه معظم أعمالك كانت قصص قصيرة أكثر من كونها رواية؟ أنا مشكلتي أسعى لتطويل بالي والإنجاز عدم رواية. يعني حين دورت حبيست الأدراج ثلاثة وأربع روايات تنتظر إطلاق سراحها، وكان أسمح بذلك سيحين الوقت إن شاء الله. إن شاء الله. جميل، هل لديك طقوس محددة لكتابة العمل الأدبي؟ أنا باعتبار ظرفي شوي، أنا بعيش دور الإبنة
مع أمي وأبي، دور الزوجة، دور الأم، الأدوار ودور الصديقة اللي جارك إلى آخره. فسدي هذه رفاهية طقوس وقهوة، لا أنا من عادتي الصحية جدا، أنا بكير وأصحى بكير، فخلاف الكتاب من يحبون السهر وشراب القهوة ونحتسيها كما تقال في النكتة. جميل، أنا أقصد إنه بعض الكتاب عندهم بعض الطقوس، لا يعني طقوس تجهيز مكان الكتابة، ولكن البعض يلزم نفسه بكتابة عدد محدد من الكلمات. مثلا لإنجاز عمل روائي كل عام أو كل 6 أشهر يحتاج الكاتب لكتابة 10,000 كلمة خلال اليوم أو 1,000 كلمة خلال اليوم، فبالتالي حينما يكون هذا التزام بين الكاتب وبين نفسه يستطيع أن ينجز العمل الروائي أو الأدبي خلال فترة محددة. صح، إذا كان متنصف على ذلك، ولكن أنا تكتبني الحالة، لا أكتب يعني كأداء واجب. أنا عندي مدونة سمراء النيل وأصدقائي المشاركين فيها، لا أكتب كل يوم، لا مش التزام، بس إذا سرعتني الحالة ممكن أكتب فقرتين ثلاثة في موضوع مختلفة كمقالات. سرعتني الحالة، ما في حالة ما حكتب، مش حجبر القلم، بس لما تجي الحالة القلم إن شاء الله يقف يعني يمسك على A4 وبكتب. يعني الكتابة بانتظار الإلهام أستاذة سلمى، هل تعتبر يعني انتقاص للاحترافية باعتبار أن الكاتب المحترف يستطيع أن يكتب متى ما أراد، يستطيع أن يكتب متى ما شعر بأنه يريد الكتابة دون الانتظار لمسألة الوحي والإلهام التي يعني ينتظرها معظم الكتاب؟ طيب أنت لو ما تقرأ كتاب مثلا معلوماته جاهزة زي ما قلت وين، وأنا ملتزمة كتابة 10,000 صفحة كلمة كل يوم، بتفرق معك بالإحساس باللي كتب فعلا بضغط من الحالة أو الإحساس أو المزاجية اللي جات عليه، يعني بيحس القارئ بالفرق. أنا لسي بحس، فبحب الكتابة بالإحساس، كتابة الإحساس. أين الاحترافية في الكتابة مرحلة من المراحل التي يصلها الكاتب باعتبار أنه يعني يصل مرحلة من الكتابة يستطيع حتى استدعاء الإحساس متى ما أراد الكتابة؟ والله مرحلة متفوقين لما أصلها بعد، يعني أنا بسمع عنها منك. جميل، خياطة الكروشيه وركوب الخيل هوايات أخرى، كيف وضبت هذه الهوايات في الكتابة الأدبية؟ طبعا الكروشيه من هوايتي وأنا في مرحلة جامعية تعلمتها، وبذلك دخلت إلى معهد وأنا كلية الصيدلة يعني، فذلك الخاتل كان بيعلموني يا بنتي مالك ما أخذتها دكتورة مالك، بقول أنا ما بحب النظرة الدونية للكروشيه، لست البسطاء، الكروشيه فن وعالم وممكن تنجز منه، فهل فهم فيها يعني بتنفعك في أثناء الضغط، بتفرغ، بتعطيك مساحة للتفكير يعني. أما الفروسية مقولة دائما أقولها، من يركب الخيل ليس كما اللي مركبه، يعني هي مرحلة حتركب فيها لن تعود كما كنت سابقا أبدا. كيف وظفتي الهوايتين ديل في الكتابة؟ بتلاحظ في الكتابات، أنا أحد أصدقائي وصديقاتي سلمى لازم يطلع لنا خيل في النص، لازم يطلع لنا في خيط في القصة، يا خفي علينا شوية. جميل، ما الذي يحتاجه كاتب القصة القصيرة ولا يحتاجه كاتب الرواية، وما الذي يحتاجه كاتب الرواية من مهارات ولا يحتاجه كاتب القصة القصيرة؟ كاتب القصيرة عليه تركيز تحديد، القصة القصيرة كفلاش باك كاميرا لقطة خلصنا، أنا بكتب هاللقطة في هالزاوية، عكس طبعا الرواية، رواية أنا وإنت وسافرنا وقعدنا وبيئات مختلفة وأشخاص مختلفون حتى تكتمل، وممكن عقد عقدتين ثلاثة عقد، لا رواية القصة القصيرة تحتمل حدث واحد بتركز عليه بتنجز فيه الموضوع كامل، يفترض يصلك الإحساس لما تنتهي من الفقرة يعني. هل بالضرورة أن يحمل الأدب العمل الأدبي المحدد سواء كان قصة قصيرة أو رواية أو قصيدة أن يحمل قضية أو يقدم حلول أو مقترحات حلول لقضية محددة؟ إذا أردت أن ترسخ في التاريخ وعبر ذاكرة البشرية تحدث عن قضية. جميل، نتحدث عن روايتك الفائزة، تفاصيله، ما الذي أرادت سلمى النور إيصاله من خلال هذا العمل؟ وفي الغالب العام الأدباء لا يفصحون عن مجمل ما أرادوا كتابته إلا كتبوه مقالا يعني. الرواية الفائزة هي رواية بسمة مليحة، فازت بالمركز الثاني مع حجب بنت الجائزة وقتها المركز الأول والثالث، فكانت هي الرواية المتفردة وقتها. حاليا طبعا من الأعمال اللي أصبحت لا أذكرها كثيرا صراحة يعني، خلاص يعني كبرنا ومشينا ونضجنا في التجربة الأدبية والحركات يعني، لكن كانت تتحدث على منطقة أثرية في الشارقة، فقمنا بزيارتها مع اتحاد الكتاب، أدركنا فيها بعض الأماكن، زرنا المتحف، فتكونت الفكرة اللي هي كانت تتكلم عن ذاكرة المكان تحديدا، كانت تحدي المسابقة ذاكرة المكان المليحة يعني، فقلت بات كما هي يعني، حابة تشوف مليحة تلقاها في الرواية موجودة. جميل، ده بيقودنا للكتابة للمسابقات، هل يستطيع الكاتب أن يحدد نمط محدد للكتابة؟ مثلا طرحت مسابقة للكتابة عن تاريخ السودان، طرحت مسابقة الحديث عن معاناة الوطن العربي، طرحت كتابة الحديث عن النوستالجيا أيا كان، كيف يستطيع الكاتب أن يوظف مهاراته في كتابة نمط محدد من الأدب مع معناه لم يكن مستعد من قبل؟
يعني فاجأوا الموضوع فصار يكتب عنه. لا طرحت مسابقة لكتابة. نعم. وانت قلتي انه يعني مثلا سلمى نور الان تكتب بحسب الإحساس وبحسب الإلهام الوقت يعني. كانت هذه الرواية بحاجة لإثبات بالنسبة لي يعني في مجال الرواية. يعني أنا حابة أقول أنا روائية أكون فزت برواية. أنا قاصة فزت في قصة قصيرة. يعني حتى أطلق على نفسي هذا المسمى. غير كذا ما حسيت نفسي أعتبر كلها محاولات قبل الفوز. الفوز يعتبر اعتراف للكاتب بالمنحنى اللي هو اتخذه. طيب جينا على المسابقة أنا متجهزة بتفكير بسيط حتبني هيكل. يعني الحين مثلا عباره عن متحف واثر حتقوم تبني لك هيكل بسيط جميل حتى مع لعبك شخصيات بس ما عندك الحريه اللي انت ماخذها وانت تكتب احساسك الكبير. يعني هل تقيد الروايات احساس الكاتب وتضعه في مضمار ضيق باعتبار ان تضع طبعا اذا تم تحديد العنوان او الموضوع يعني خيال علمي تحدد او روايه تاريخيه طبعا حددتني. طبعا انا احب احس بهالتحديد لما اكتب مثلا على الادب الطبي انا بطرج مع معلومات بدمجها شوي بالادب فبحدد كثير من الخيال لان ما ماخذ راحتي. انا حاب اوصل معلومه حاب اوصل فهم معين للقارئ البسيط فلسه كل مره بتاخذ راحتك وتفتح نفسك الحياه يعني. جميل. نتكلم برضو عن الادب الطبي باعتبار انه تخصصتي فيه وبحسب خلفيتك الاكاديميه يعني دراسه الصيدله. والله هو كان هدفه شيئين حاول ادمج بشيء انا درسته في الصيدله وافيد فيه الناس وحاجه ذات الوعي لان في مجال الدواء استخدام الخاطئ كثير وانا كصيدلاني بيوجعني استخدام الدواء الخاطئ وكلنا في بيتنا مش حد بعيد غريب عنك يعني اشخاص كبار في السن اطفال صغار جارتك الى اخره فلازم افهمكم بس باقناع ما في عقوق معلومات طبيه فمسك في قصه حلوه تقراها واو طبعا ما في داعي اكل ملح كثير طب ما نقص السكر لاني اصبحت مدرك شو سويت حبه السكر عمل موضوع وزوبعه شو عمل في جسمي فهنا كان الفهم فيها يعني. جميل. ده بيقودنا لسؤال اخر. التخصص في جانب محدد من الادب كالفانتازيا او الواقعيه السحريه. نعم. او كتابه الخيال العلمي او كتابه مثلا الادب الطبي هل من المحبذ ان يتخصص الكاتب في جانب محدد من الجوانب ام يجب ان يكون شاملا يكتب في كل المجالات؟ ومن الجميل والمريح للكاتب ان اصنف ادب واقعي ادب انساني ادب فهمت سهل وانا بالتالي تلقائي حيكون كتابتي واستثماري فيه اكثر واعلى ولكن لا ينفع الكاتب كثيرا حتجي مرحله حتعمل ستوب ان شاء الله تكتب شعر مش بعيد عنك كل المجال لا حتجرب طفره ثانيه حتجرب طريقه تفكير اخرى مغايره بتحاول تغير فالاعتماد اكيد حكون ناجح في السياده الذاتيه عندك يعني مثلا انا صاحب تكتب ادب المستقبل كتب طبعا حتاخذك فاصل تكتبين مثلا فيها شعر فاصل قصه قصيره لازم تغير طريقه التفكير كل فتره يعني. لكن قبل شويه قلتي سلمى انك تكتبي بالوحي والالهام وكيف هذا الوحي يكون مخصصا للادب الطبي يمكن ان تكون يكون الوحي او استدعاء الذاكره لشيء من الحنين لشيء من جلسات السمر مع الاصدقاء شيء من رائحه القهوه هذا جزء من الابداع هذا سر الخلطه يعني مش هقول لك بحط في الخلطه هي سر من اسرار الخلطه. نتكلم برضو عن جائزه مليحه الجائزه اللي اخذتيها انت عن روايتك باسمك مليحه كانت حركه جميله جدا منهم والتكريم كان رائع جدا طبعا دوله الامارات من الدول التي تقود الابداع وصراحه السودان ان شاء الله بعض نهوضه ان شاء الله يا رب اهم شيء ركز على الابداع الابداع من ضمن مقاييس الانسان اوكي انت ابدع وابني عمارات بس الانسان كروح محتاجين الابداع سواء الادب سواء الفن سواء الموسيقى التمثيل المسرح فمن الاشياء الجميله فعلا التي انتجت واثرت ف جميل هذا يقودنا الى السؤال القادم هو التواجد الاقليمي والعربي واهميته بالنسبه للكاتب أن يكون الكاتب مشاركاً على مستوى دور العرض بكتب وإصدارات وأن يكون مشاركاً بنفسه في معارض الكتب أو في المنتديات التي تقام على مستوى الوطن العربي أو حتى على المستوى الإقليمي. أنا للأسف لست تجربة شخصية للخوض في هذا الحوار يعني لكن سمعت كثير الأصدقاء أنه وسط جميل تتعلمي تدخلي في المجال أنا طبعاً شوية بحكم ظرفي العائلي أنا بعيدة من هالمجالات حتى مع هذا الكتاب يمكن بصعوبة يا أزوره مرة يا احتمال ما أتمكن أزوره يعني فلا ما شاء الله بتابع الشباب والصحبة والبنات الحلوات اللي بيروحوا وقوم يلا جود لك إن شاء الله عقبالي بس إن شاء الله سعيدة بك جدا الكاتبة الروائية والقصة سلمى نور نورتينا في ظلال الأصيل كثر خيري شكرا شكرا لزينة هذه الاستضافة الرائعة شكرا لك. شكرا لمساحتنا الثانية في ظلال الأصيل على قناة الشروق الفضائية أهلا ومرحبا بكم الكثير من المحطات القادمة.